نرجع هو في المستشفى هو ربنا طبعا يشفيه يعني ويرجعه مع الدكتور خالد ده ولا تبقى ان شاء الله الموضوع يبقى بسيط ويرجع احسن من الاول يا رب. بس هو ما فيش شك ان نزوله النهارده كان مؤثر زي ما انا بقول رغم ان هو ما بيلعبش على الطرف اليمين لكن هو مستر موسيماني حطه على الطرف اليمين ومجدي قفشه تحت راس الحربه بس كان بيخش للعمق كتير واحيانا مجدي كان يتبادل وياخد المركز اللي هي الجناح اليمين قدام هاني لكن ادى بشكل كويس وربنا يشفيه ويرجع يعني معافى ويرجع احسن من الاول يعني بالنسبه باذن الله كابتن سامي. طب بعد اذنك هنرجع لك مره ثانيه بس هنروح للمستشفى وزميلنا فاروق صلاح ومعاه الكابتن سيد عبد الحفيظ ويطمنا على حاله ناصر ماهر جديد بقى.